حاضرين جورجيه نعملوا مقابله كما عودنا جمهورنا، ان شاء الله يكون الاداء والنتيجه موجود، وباذن الله معناها نحن كلاعبين كنا عزم باش ندخلوا، معناها باش ندخلوا باراده كبيره، باش ندخلوا معناها باش نعملوا مقابلات تليق بينا، وباذن الله البدايه لازم تكون باهيه بنتيجه معناها نتاع 3 نقاط اللي باش تكون تسهل لنا اكثر من مورين ان شاء الله في بقيه المقابلات الجايه. كوب دو موند تختلف على كوب دافريك؟ تختلف صحيح، لكن تقريبا نفس المنتخبات اللي نعرفوهم، لعبنا قبل كونتر ليبيا، لعبنا قبل كونتر الكونغو، ممكن غينيا عندنا مدة ما لعبنا لهاش، لكن ديما ما عادش فما منتخب سهل، ما عادش فما لاعبين كل معناها نقراو لهم حسابهم. المهم بالنسبة لنا احنا المقابلة الأولى أهميتها كبيرة، وكنا تركيز إن شاء الله باش نمشيو نعملوا مقابلة يوم الأحد باهية باش تحصلوا على 3 نقاط، وأكيد هذا يجي كان بالدعم الجماهير الكبير اللي عودنا به إن شاء الله.